السلام عليكم متابعي قناة حلويات أم هدى. اليوم غادي نحضر لكم رغيفات معسلين. إلى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كنحتاج إلى 500 غرام من الدقيق أي نصف كيلو، ملعقة كبيرة من السمسم أو الزنجلان، ملعقة كبيرة من النافع، ملعقة كبيرة من الخل، رأس ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، الزعفران، رأس ملعقة صغيرة من الزعفران، كيس واحد من الخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام، نصف كأس ماء الزهر، كأس العنبة، بيضة صفر بيضة واحدة. غادي ناخذ الإناء ديالي اللي فيه الدقيق، غادي نوضع فيه السمسم والزنجلان، درت واحد الحفيرة وغادي نلوح فيه هاد السمسم والزنجلان والخميرة الكيميائية. الخل. غادي نوضع فيه خميرة الخبز ورشة قليل من الملح، ما ذكرتوش. وصفار بيضة وماء الزهر. دابا غادي نحاول. غادي نضيفو الماء شويه بشويه حتى تجمع لينا الخليط ديالنا. هنا من بعد ما عجنتها جيدا واحد القسم، هذا هو الشكل ديالها، ما كتكونش جاريه ما كتكونش قاصحه. المهم العجينه ديال المسمن، ودرت لها شويه ديال الزيت وخليتها ترتاح واحد القسم. ومن بعد ما ارتاحت دابا غادي نشكلوا منها كويرات صغيورين على هذا الشكل. نديروا شويه ديال الزيت على هذا الشكل، هذا نديرو واحده اخرى. كنكملو بنفس الطريقه وكنخليوها ترتاح باش كنشكلوها كويرات، كنخليوها ترتاح. هنا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي على هذا الشكل، كويرات صغيره الحجم، غطيتها بغطاء، درت لها الزيت وغطيتها بغطاء بلاستيكي وخليتها ترخف واحد القسم. دابا غادي نبدا نقرص الرغيفات. كناخذو كره وكندهنو جيدا بهذا الشكل هذا، تنطلقوها مزيان. كنرققوها مزيان باش ما كتجيناش غليظه، حيت غادي نضوبلوها. معليش الا تقطعت لكم العجينه. كنديروا شويه ديال الزيت، كنردوا هاد الطرف هكايا، نرجع نديرو أخرى. على هاد الشكل غادي ندير وحدة أخرى باش غادي نضوبلها نغلفها ليها. كنديرو الزيت مزيان باش تمشينا العجين.
الطرف هذا اللي رديناه للفوق من هذا الشكل هذا، غادي نردوه لتحت بهذا الشكل من التحت باش تجينا مغلفه مزيان، ما تجيناش هذا. نردو الاخرى، كنديروا شويه ديال الزيت، نردوها على هذا الشكل، نردو من فوق منها. بعد ما كملت طويه ندير الرغيفات ديالي، غطيتهم بغطاء بلاستيكي وغادي نمرو باش نقرصو. غادي نكون سبق لي درت المقله ديال الزيت سخن باش نقرصو بهذا الشكل، هي شويه ماشي بزاف، ما ترققوهمش بزاف. غادي ندير واحده اخرى، تاخذ الشكل مربع. ندير واحدة اخرى باش هي ما ترققوهاش بزاف، ما تكونش غليظه على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها باش تقلى. هنا غادي ندير في الزيت اللي يكون سبق لي درتو باش يسخن، هنا غادي نقلبها بهذا الشكل. حتى تاخذ اللون ديالها عاد نديروها في العسل. هنا بعد ما طابت لي الرغيفه ديالي على هذا الشكل، خدات اللون ديالها، غادي نقطرها بهذا الشكل وغادي نديرها في العسل اللي يكون سبق لي دفيت واحد شويه. هنا مباشره نديروها في العسل وكنخليوها باش تشرب ديك العسل مزيان، ونقطروها بهذا الشكل. ثلاثة تقطر لي مزيان، نقطروها وتنزينوها بزنجلان او اللي عندكم، او اللوز مهرمش او الكاوكاو مهرمش، زين اختياري. ندير وحده اخرى نقطرها مزيان، حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة. غادي نزينها بالزنجلان. هذا هو الشكل النهائي للرغيفات العيد اللي حضرت معكم اليوم. إلا عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد، والسلام عليكم.